تزامنا مع الذكرى الوطنية 91 لتوحيد المملكة العربية السعودية، أقيم في متحف مدينة الطيبات بجدة احتفالية اليوم الوطني بحضور شخصيات بارزة وبمشاركة إدارة التعليم بمدينة جدة وعدد من الجامعات، وذلك من أجل دعم مسيرة التعلم والتعليم. سعدت هذه الليلة بزيارة مدينة الطيبات والدعوة الكريمة التي قدمت لإدارة الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة. هذه الدعوة جاءت في مناسبة وعرس وطني رائع وجميل، وهو اليوم الوطني 91 لبلادنا المباركة الحبيبة. واستثمرنا هذا اليوم كبقية الأيام السابقة في التعبير عن شعورنا وفخرنا ببلادنا، ونقل التهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ومقام ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، رعاة التعليم وقادة التغيير في هذه البلاد المباركة. كل عام وأنتم بخير، كل عام ووطن الغالي بخير، كل عام والشعب السعودي الطموح الناجح في صحة وازدهار وسلامة. صاحبت الاحتفالية عدد من العروض الشعبية وجانب للأزياء واللوحات الفنية المتميزة التي شارك بها عدد من طلاب وطالبات الجامعات والمدارس. أتشرف بتمثيل جامعتي، جامعة المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله وطيب ثراه. أشكر جامعتي ومتحف مدينة الطيبات العالمي للعلوم والمعارف لتسليط الضوء على مواهبنا في يوم سعيد مثل هذا اليوم للاحتفال بالوطن. أحتفل برسم لوحة بأسلوب رسم الملك الكلاسيكي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله. أتمنى أن تنال إعجابكم. تحرص مدينة الطيبات على إقامة الفعاليات الوطنية باستمرار، وذلك بدعم منها لتعزيز الموروث الثقافي والانتماء لوطننا الغالي. حقيقة هذه متاحف تعتبر أيقونة في مدينة جدة، وهي من أكبر المتاحف في الشرق الأوسط، وكذلك هي بتشارك في جميع البرامج الثقافية والوطنية يعني اللقاءات الأدبية في داخل مدينة الطيبات. لقناة اقرأ عبد الشكور جابر، جدّة.